في آن واحد إسرائيل تقصف غزة ودمشق مستهدفة قياديين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس. في غزة استشهد القائد الميداني في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته وأصيب طفليه بجروح خطيرة بعدما قصف جيش الاحتلال منزلا كان موجود فيه هو وأسرته، مما خلف أيضا العديد من الإصابات. أبو العطا رحمة الله عليه كان قد نجا من محاولة اغتيال صهيونية عام 2014 في الحرب على غزة، لكن هذه المرة كان الموعد الذي حدده ربه لارتقائه. أيها المتاجرون مع الله الذين وعدهم الله بالجنان والمغفرة والرحمة والرضوان، يبشركم ربكم بقوله: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وفي دمشق في نفس التوقيت استهدف جيش الاحتلال منزلا لعضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي أكرم العجول. القصف أدى لاستشهاد 3 أفراد منهم ابن معاذ وإصابة 12 آخرين. غزة ردت بكرامة ولم يتبنى أحد هذا الرد. قصفت سيدورت وتل أبيب، فتوقفت الدراسة واختفى الصهاينة في المخابئ والملاجئ وتحت السيارة. صور لي تيلو هذا فيديو صور لي يا شو تمسيخ ما تدفوك. يرتقي شهيد فيولد 1000 مشروع شهيد. رحم الله شهداءنا وجبر كسر أهلينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله غالب.